بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي الساكن عبد الكريم من مدينة الجديدة. أخوتي راه ضربوني شفارة العوينات وخر موس اللي ضربوني جيت ندافع على واحد الدرية صغيرة وداك الشيء عندها شي 14 عام 15 عام جيت ندافع عليها وضربوني بموس العينية هما ثلاثة الناس اللي جوج كنصحاب على جوج في الأول والثالث غفلني ضربني بموس العينية وخرجوا لي على العينية ودرت العملية الأولى وما نجحتش ليا ودرت العملية الثانية حتى هي شوية قلنا شوية وداك الشيء وكنت كان الشبكة كانت نشفت ليا وبقيت كندق تقريبا عام وانا كندق البراوات على عيني وكان كل برا كندقها ب 10000 ولا بغيت نمشي للسبيطار صندوقها خاصني 100 درهم عاد نمركم الي وروتور 100 درهم وزيد 10000 ديال البرا هي 12000 ريال خاصاني الا ما كانتش عندي ما نقدرش نمشي وانا ما خدام ما بقيت خدام وما خليت حتى كنت تاع البلايص خدمت فيه ما خدمت في الطوبيسات خدمت في شي فور الرموك خدمت سميتو دابا بقيت كنشوف ما والو والحمد لله والشكر لله مع الله سبحانه وتعالى على جنات مع الله الحمد لله والشكر لله. هذوك الناس صافي شدوهم بقيت منضرب معاهم حتى شديت جوج وهرب ليا واحد وجابوه ولكن عطاهم خمس سنين دابا راه خرجوا دابا تضربت في 2013 ضربوني في 2013 مع 9.4 ديال الليل جيت من هنا جيت قريب الحوض جيت مدارس ومدارس البلاصه ديالهم خاويه والحمد لله الحمد لله خويا اش غندير البصر الانسان ملي كيكون بصير وما صعيب هذاك الانسان كيكون يشوف وفي الاخر كيجي شي بصر وداك الشيء كيجي صعيب ماشي بحال الانسان زاد بصير كي عنده من الاول كي 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 كيتانس معاه ما الانسان كيكون كيشوف وعاد كيجي البصر كيجي لا جيت نوريك الكتاف ديالي لا اليسر ولا اليم شحال من خطره كنطيح وخارجين لي العظومه دابا ديال الكتف ديالي لا اليسر ولا اليم والله الا خارجين لي كنطيح وكاين انسان كيتم غادي مساعده بزاف وداك كاين اللي كيعيرك كاين اللي كيقول تقول لي عقطعني اخويا وكيعيرك تاع عينك قد ديال البقره واحد يقول كل واحد اش كيقول كل واحد اش كيقول وكنقول له ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه والحمد لله راه ما خليت انا جديده خدمت الطوبيسات خدمت في الجرف خليت تاقن خدمت في الصحراء خدمت في النار اخر المطاف ديالي خدمت في الناظور وجيت على ثلاث ايام كنت جيت على كونتي خسر لي الكاميو جيت ثلاث ايام هنا وقع داك المشكل ومشيت عند واحد السيد مات لي با وجا وتلاقيت مع الناس تما دوز من تما وما سمعوش ليا ودازوا ورغم ذلك ما دزتهمش ورجعت من جديد لقيت مشادين وليت نضارب معاهم تضربوني ضربوني العوينه وداك الشيء الحمد لله. لا دابا المشكل ملي كت في الاول ملي كتكون تشوف ما كتعرفش القوانين ديال البصير. القوانين ديال البصير خاصك دير الاعصاب ديالك ديما خاصك تخليهم في الثلاجه ما خاصك تجيبهم معك كاع. لان كاين اللي كيشوفك بعينك كيشوفك ويجي كيضربك. دابا عندي واحد العمليه بغيت ندير عمليه على 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 عينيه. قالوا لي دابا تحيد جلاله تولي تشوف من حيد جلاله دابا حيتها تقريبا شي 10 ايام هادي حيتها كثر 15 يوم 17 يوم باش حيتها ودابا قالوا لي خاصك ملي جينا داروا لي سكانير وداك الشيء قالوا لي لقوا عندي جوج ثقبات في الشبكه خاصني ندير دابا عمليه على الشبكه دابا وعطوني واحد الورقه قالوا لي تشري الماتيريال وعدي الراميد وكنتبع دابا كنمشي من جديده كنمشي حتى للدار البيضاء 20 غرش باش كن نداوى اما ندير عمليه خصني نديرها في 20 غرش هنا ما جديده ما كاينش هنا بزينه ما كاينش هاد سميتو خصني نزيد دويتي هنا بزينه خصك كلشي بالفلوس هنا كلشي بالفلوس الدار البيضاء مازال 20 غرش راه عندك الراميد خصك تشري الماتيريال في الفارماسيان وكتدينيهم كاينين لي بروفيسور مزيانين في 20 غرش تبارك الله الثمن ديال العمليه خويا كدير هاد الورقه اللي عطوني فيها 5205 درهم و47 فرانك خصني نشري هاد الماتيريال وكنطالب من المحسنين يتعاونوا مع خوهم بحال عاونتوا مع خوكم الله يسهل عليكم الله يعطيكم ما نويتوا بخاطركم الله يعطيكم صحيحتكم راه كلشي على صحيحه لا ما كاين صحيحه راه ما كاين والو كنتمنى لهم لا ينزل الحنان على القلوب اذا لقيتوا شي واحد مريض يا بصير يا عرج يا كما بغى هذوك الروسه حاولوا تعاونوا معاه لان ذاك السيد راه هو كتلقى راه ما باغيش هذيك الحاله يمشي يطلب ولا راه ماشي كلشي كيطلب راه حنا راه انتوما كتشوفوا اللبس ديالنا وكتشوفوا داك الشيء حنا ما كنرضاوش شي واحد يجي نطلبوا نقولوا له يعطيني ولا دير تعاون معايا شي محسن راه كنتعاونوا مع نتعاون معانا ما تعاونش معانا راه ما كنقولوش شي واحد عطيني ولا شي حاجه راه ما يمكنش نمشيو والله يخلي سيدنا ويخلي جميع الموتى وخا سيدنا خرج هاد
مبادره ديال التنميه البشريه وداك الشيء، ولكن باقي ما جاتناش نوبه. حنا كندقوا البيبان وكنتسناو كل شيء، كنترجعوا الله سبحانه وتعالى وكنترجعوا الناس حتى هما كنترجعوهم. الله يسهل عليكم، الله يعطيكم صحتكم.